السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم احنا هي في شاطئ السعادة وشاطئ يعني عين السبع كما تشوفوا. هذه هي بلاكة ديال الكورنيش ديال عين السبع. من هنا غادي يبدا الكورنيش قريبا جاي من لهيه، وكاين هاد القنطرة هادي وغادي يمشي يعني اتجاه ديال شاطئ زناتة الصغيرة. المهم هادي هاد الطريق هادي هي ديال الكاميوات، يعني فيها غير الكاميوات صافي، هادي تمشي للمرسى كما تشوفو. هادي هي القنطرة، يعني لا كورنيش تولي من لهيها تطلع وتمشي تقريبا فيها واحد 3 كيلومتر. كما تشوفوا راه الاشغال يلاه في الاول ديالها، ما كاين هاد القنطره هي اللي زادوا صافي. كما تشوفوا هاد القنطره هي اللي زادوا صافي، اما الاشغال باقا معطله هنا. ايوا هادشي اللي كاين، خليوكم معنا نوريكم شي حوايج، يعني نرجعوا ندخلوا لشاطئ السعاده ونمشيو حتى لشاطئ زناتة الصغيره باش نوريكم هذاك الشيء. يعني راه غير مدصين الدنيا، يعني باقي ما كاين حتى شي حاجه. يعني هنا هي اكثر حاجه بانت هي هاد القنطره هادي، وهداك الشيء باقي معطل. كما تشوفوا هنايا راه بان واحد شويه، يعني الاشغال راه غير في تقدم، راه هي هداك الشيء باقي شويه معطل. اليوم البحر تيبان مخلوط، يعني هايج بزاف. هادشي راه ميطناجورات هادشي غوتو على الناس، يقول لهم حي حتى البحر. اما انا مشيت للبحر طالع طلع قاصح شويه، تيكون ديما نهار. ايوا هادشي كاين، هذا راه شاطئ ديال السعاده كما تشوفوا. حنا مازال غاديين، راه كاين تبارك الله، راه البلاصه دابا راه تصاوبت، باقي غير هاد التجهيزات اللي على اليمين، يعني والضو هادوك المرافق الصحيه والبلاصه غادي تكون ضروري غادي يديرو دوك بلاصة تيكون فيها الأمن ضروري، حتى في لاكورنيش ديال عين دياب كاين واحد البلاصة ديال الأمن. هنا كاينين بزاف كيما تشوفو، راه كاينين بزاف، يعني وحدة منهم تكون ديال الأمن وحدة ديال يعني المرافق الصحية، يعني لي طواليط هداك الشي ضروري. يعني راه الكورنيش راه بحال بحال، مكاينش شي اختلاف، اختلاف غير في البلاصة، اما بالنسبة لهداك بحال بحال اختلاف. زعما غير هنا غادي يكون زعما واحد الطريق مسرحة، ماشي بحال ديال الجامع دايرة بحال تقريبا بحال ديال لاكورنيش ديال عين دياب. ما شاء الله هداك الشي دابا يعني باقي اشغال هنايا بزاف. ما تشوفو راه البحر عامر. ايوا خليكم معانا، حنا مازال قربنا شاطئ السعاده، يعني هذا ديال عين السبع والسعاده، غنمشيو حنا ان شاء الله. خليكم معانا، حنا وصلنا دابا لشاطئ السعاده. هذا هو شاطئ السعاده، حيت هذاك ديال عين السبع تيتلف ليا مع ديال السعاده. ايوا المهم هنايا راه كاتبين واحد البلاكه، راه قال لك حتى هي خطيره هنايا، واحد البلاصه مانعين فيها العمان، دايرين فيها واحد الكروه. واخا هكاك راه الدنيا عامره هنايا، السعاده راه معروف شي عمر عندك هو النحلة، واخا تيقول لك النحلة وزناتها زعما ماشي شي بحور اللي زوينين، ولكن رغم ذلك شي عمر. ايوا ايوا خلوكم معنا، راه هنا واقيلا الاشغال يعني غادي تكون انتهات، يعني باقي غير الاشغال اللي كاينه من وراء هاد شاطئ السعاده. كما تشوفوا حنا فتنا سميتو شاطئ السعاده، والدخله ديالو فين كاين بلاصه ديال الميطناجور وبلاصه ديال الامن، يعني من وراء مصوبين هادشي، ولكن راه حدو واحد شويه صعب. يعني دابا واقيلا خاصهم حتى يكملوا هادشي كامل حتى يشوف الحد ديالو فين. يعني هذيك البلاكه الاولى اللي قرينا، حيت انا ما قريتهاش صورتها لكم، يعني غادي تبان فيها شحال يعني البلاصه منين تالي. هذا الشيء اللي كاين كما تشوفون، راه باقي الاشغال يعني
غير في اولها كما تشوفوا ليه واحد البلاكه فيها المنطقه جوج كاين المنطقه واحد هنا بهذه المنطقه اللي في هذيك البلاكه قال لك فيها التيار ما خصكش تعوم فيها يعني تيكون فيها الواد هذيك يعني الا دخلتي لا تيجرك الحر تيدخل لداخل من الافضل هاد البلايك هادو تاخذ بعين الاعتبار حيت ما مشيتي ديرهم ما هكاك الحر اليوم قاصح يعني هيج بزاف هادي هي الطريق الساحلية كما تشوفو و الأشغال راهي كاين واقف واحد من الموطور تما هاديك هي اللخر ديال الأشغال هنايا يعني باقي التقدم باقي ما يعني باقي ما كملوش هاد الطريق هادي بحال هادي باقي زعما ما كملوهاش هما كانوا قالوا على 6 شهور تبان زعما الملامح الملامح زعما بحال موقف فهمتي ايوا هادشي ديال الضوء هادشي راه باقي ما دوزوه شوف هما شحال من شهر عاطينهم حيت هذاك الشيء حتى هو تيكون في هذيك البلاكه تيكون مكتوب ما شحال من شهر 36 شهر ولا عام ولا عام وناص وبعد الخطرات تتمدد ربما العطله الصيفيه العطله الصيفيه تقدر حتى هي تاثر واحد شويه على هذا السير ديال الاعمال الناس دابا فهمتي ما يقدروش يبقاو دابا القروات من تيخدموا هنا راه تيلاحوا التراب راه تيولي الدنيا تدري خصوصا البحر حتى هو زعما داك الريح ديالو ديما يلاحوك وربما حنا قلنا شتا كما تشوفوا صافي الهيها حد الاشغال تما راه حاولنا نوريو لكم هادشي تما هو هنايا راه باقا الدنيا مديره انا دابا وصلنا لشاطئ النحله ليها تتوصل لواحد البلاصه راه هي عارف شي هو بدا شاطئ ثلاثه الصغار وحاولنا نوصلوا لكم هادشي كما هو وتاريخ اليوم راه اليوم 15 غشت 2024 اليوم ان شاء الله غادي يطلع الفيديو زعما ما غاديش يتاخر ايوا هادشي اللي كاين حنا قربنا نوصلوا للبلاصه اللي صافي يعني اللي وقف فيها هاد الاشغال هنايا يعني الاشغال حتى هنا حتى باش الشمليه جا وحده واحد هذاك ديال الامن هما اللي فين بداو واقفين تما تيصايبوا فيه هو الاول شي كما تشوف هذا راه شاطئ النحله ايوا هادشي اللي كاين تنتمنى يكون بين لكم على هاد لاكورنيش فين وصل وما حد دوز عاوتاني واحد 6 شهور ولا 4 شهور ونعاود ندير لكم ان شاء الله فيديو ونتمنى هاد الفيديو يعجبكم ما تنساوش واحد لايك وبارطاجيو مع الاخوان ديالكم والله يعاونكم.